اليوم وقفة احتجاجية للمجموعات الشبابية بالأساس. من الأول كانت تم دعوة معناها من مجموعة شبابية التحقت بها منظمات مجتمع مدني والتحقت بها جملة من المناضلين. اليوم باش يقولوا بصوت عالي انه القضيه الاخيره بتاع مروان مبروك واللي وقع رفع التجميد معناها على امواله ومصالحه في الاتحاد الاوروبي من دون معناها 48 في القائمه، انه الحكومه مورطه وراسا يوسف الشاهد مورط بتدخله لفائده رجال الاعمال هذه واضاعه مصلحه الدوله التونسيه يعني في التقاضي وضمان حقها من الناس اللي استفادت يعني في العهد القديم. احنا سبق مشينا للقضاء، قدمنا قضايا ونجع عقوق وباش نقعد نتبعوا فيها. التحرك نتاع اليوم نجم نقولوا هو بدايه، ما نعرفوش نجموا نعملوا تحركات اخرى ولا نجموا نعملوا كومباني نكملوا فيها. المهم اللي احنا هذه بدينا فيها، بدينا نوزد شعار تحيا تونس، ماهوش ملك حتى حد، ما نحبوا حتى حد يركب على الحاجات اللي احنا كسبناها اصلا من الثوره، كسبناها معناها من كما نقولوا احنا النضال نتاع برشا عباد من اللي بدينا في الثوره. دونك نجم نقولوا هذا اول تحرك ومازال. يوسف شاهد بعد تأسيس حزبه يبحث على ممولين جدد للانتخابات القادمة، والحكومة هذه ليس لنا شك هي حكومة مافيات وحكومة تحمي في العائلات المفلوسية في تونس. بعد قانون المالية، بعد جملة من الإجراءات اللي هي كانت لفائدة يعني رجال الأعمال والعائلات النافذة، نلاحظوا مرة أخرى ويتأكد معناها عندنا حكومة في خدمة مافيا، في خدمة لوبيات، في خدمة العائلات. على ذلك التحرك هذا هو يعني خطوة أو يعني موعد من جمل مواعيد التحركات اللي ديما في الشارع ضد الحكومة هذه. مانيش متأكدين 100% اللي باش نوصلوا الحاجة. المهم احنا اللي يهمنا هو انه مانيش نقعدوا كتفين يدينا، يفسح كيكو شوز، لازمنا نتحركوا، لازمنا نعملوا حاجة. نجم توصل، نجم ليه، نجم تكون كما عملوا قبل، معناتها يعملوا رواحهم ما في بالهم شيء، معناتها لا اسمع لا اراء، وهذاك اللي صار قبل. لكن هذا هو دورنا كمجتمع مدني، كمعناها الناس اللي نقولوا احنا قلبها مازال حار، لازم يوصلوا صوتهم. الشارع، الريزو سوسيو، الميديا، لازمنا كلنا مع بعضنا.